أي إنسان يريد أن يمتهن أي مهنة، لو أنت عندك تلفون نقال تعطي واحد غشيم إعلامي خرب عليك صح، هو تلفون، فكيف تسلم الدين الإنسان ما يعرف الدين؟ لابد أن الإنسان يتعلم حتى يدعو. يقول أهل العلم فاقد الشيء لا يعطيه، لكن يأتي إنسان عنده شبهة، ما من صاحب بدعة إلا له شبهة، بلغ عني ولا آية. هل معنى بلغ عني ولا آية أنا أخذ أنا آية واحدة وروح أطير فيها شبلغ؟ طيب حاميم هذه آية، أروح أقول حق ناس حاميم؟ لا، مش نقول حاميم، إيش معناها؟ إيش معنى حاميم؟ حاميم إيه؟ لو باخذ لو باخذ هاي الآية، باخذ حديث تقول عنا بلغ عني ولا آية، فحاميم هذه آية. بلغ عني ولا آية. ما تقصد إذا ما معنى؟ يعني إذا تعرف، يعني قصدي إذا تعرف الدين. نعم. تنصح. من قالك ما؟ هذا أمر متفق عليه. مو شرط أنك تكون عالم. أنت هذا أمر متفق عليه، إذا تعرف بالدين تنصح، لكن إذا ما تعرف. لأنك يعني أنت ما يصير تسكت وخلي هالناس على خطأ. اسمعني بارك الله فيك، اسمعني، من قالك أنا خلي الناس على خطأ؟ إحنا نقولك ادعو الله عز وجل، تعلم ودعو، ليش أنت مستعجل؟ لكن الحين في ناس يأتي يدعو الله عز وجل ما عنده علم، ربما شوف كيف لبس عليهم الشيطان، يكذب يكذب كذب، شوف يتعمد الكذب ويجيب قصص مكذوبة هو يخترعها ويقولك هاي دعوة لله، مو صحيح الكلام، هذا كلام باطل. فتجد يقولك والله احنا رحنا وجيلك كان واحد تاب والحين من اكبر الدعاة وراح كل يوم نفس القصة بس غير فيها شوي، هذا مو صحيح. نحن هل عجزنا ان نحفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى نروح نكذب؟ قال الله عز وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الله رسل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ القرآن، يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، هذا التبليغ، ان تبلغ القرآن. أنت بارك الله فيك تعلم القرآن وتعلم معناه وتعلم كيف تأتي بالآيات وكيف تأتي بالحديث واذهب وبلغ. ما أنت مأمور بشيء أنت لا تستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. ما المانع أنك أنت تتعلم وتتأصل في العلم وتعرف كيف تتكلم وتعرف كيف تستدل ثم تدعو؟ ها؟ أي وقت اللي يروح عليك؟ الله ما أمرك، الله ما أمرك، الله ما أمرك بشيء لا تستطيع له، أي وقت اللي بيروح عليك؟ أنت ما دمت أنت تعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له وتطلب العلم، هذه عبادة لله تبارك وتعالى، أي وقت اللي أنت راح عليك؟ يعني ما راح عليك الوقت، إذا أنت طلبت العلم ما راح عليك الوقت. أنت قضيت وقتك وين؟ ادعو. إحنا قاعد نسوي؟ قاعد ندعو. من قالك لا تدعو؟ في حد قالك لا تدعو؟ ما في حد قال لا تدعو، هذا كله إيش يتقولون عليهم؟ لحظة شوي، ما في حد يقولك لا تدعو، الله يقول في كتاب ادعو، ما لك شغل يقولك لا تدعو. لكن ايش يقول الله عز وجل؟ لازم تعلم عشان تدعو. ايش يقول الله عز وجل؟ ايش يقول الله عز وجل؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شنو الموعظة الحسنة؟ شنو الحكمة؟ العلم. اذا تدعو الله عز وجل.